السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معي امداد الياب ذكر يوتيوب چل امداد سراج میں کہتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کرم اور فضل سے میں بھی ہوں ٹھیک۔ میں اس ٹائم جا رہا ہوں ابھی باغ سلمان فارسی اور آگے جا کے آپ کو مناظر دکھاتے ہیں۔ یہ شہر ہے مدینہ، مدینہ المنورہ سبحان اللہ، اور ادھر ہی پہنچ کے آپ کو مناظر دکھاتے ہیں اور کراتے ہیں، ہم بھی زیارت کرتے ہیں آپ کو زیارت کراتے ہیں۔ بھائی دیا میں غریب غریب ہاں اشل موجود بھی نہیں ہے نا کل مزرعہ مزرعہ سلمان فارس هو ايش ثاني كمان هذا يعني محمد صلى الله عليه وسلم هو يشيل مويه ايوه ودي سلمان فارس ودي سلمان فارسي باب ايه يعني بير موجود بير موجود بس ما في مويه مزرعه سبحان الله شهر مزرعه هناك ما شاء الله الكبير مزرعه هناك والله مدينة في المزرعة كثير مرة بصير مشهور يا رجال ما جاب مصيبة الرجل الحين بزورها بس على طول جوا ما في برا بيت بس جوا ايوه عارف عارف عندنا في واحد صديق ويركب سيارة ويشيل الجوال الجوال سبب الحادث السوبر ماركت بس هيك مينت هيك دقيقة هيك دقيقة ما شاء الله واحد ساعة صح؟ ايه لا لا واحد دقيقة هيك دقيقة يعني دقيقة عادي خذ خذ 10 دقائق لا لا دقيقة طيب باق باق زيادة بيجو كله سلمان فارسي هنا ورا زيادة باباي ايه ما شاء الله هذا كله حق سلمان الفارسي هذا الصحابة سلمان الفارسي هذا أول خندق ايه حقه هذا مزرعة حق ماذا حقه هذا كله حق سلمان فارسي ما شاء الله هذا كله حق سلمان فارسي إيه. مزرعة بيت كله هذا كويس هذا فيه محمد صلى الله عليه وسلم قوة هذا زيارة هذا كله حق سلمان الفارسي سلمان فارسي باغ مزرعة كله هذا مزرعة هنا هذا قوة هنا يعني أول محمد صلى الله عليه وسلم يشيل من هنا موية هذا هذا هو بعدين وديه ودي مزرعة هذا قوة دقيقة بس بعدين ها طيب ये باغ ہے حضرت سلیمان فارسی اور یہاں کے مطابق جو ادھر آدمی ہیں جو لوگ ہیں یہ بتاتے ہیں کہ حضرت سلیمان فارسی کسی یہودی کے غلام تھے یعنی کہ کسی کے پاس کام کر رہے تھے تو ان لوگوں کی جو شرط تھی کہ بھئی یہاں جب 300 درخت کھجوروں کے لگیں گے اور اس کے بعد ہی آزاد کیا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سے یعنی جو بیج دیا تھا تو وہ بیج لگانے کے بعد جب درخت ہو گئے تو ان لوگوں نے آزاد کر دیا تھا یہ وہی باغ ہے حضرت سلیمان فارسی یہ دیکھیں اور ایک کنواں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے پانی پیا بھی تھا اور لے کے گئے تھے حضرت سلیمان فارسی کے لیے وہ بھی آگے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ یہ دیکھیں بھائی
ये बाग है, देखें ये गाड़ी हमने खड़ी की इधर। ये दरख्त और हैं, अभी वही नए हैं, लेकिन नस्लें जो दरख्त की हैं वही चल रही हैं, यानी खजूर की जो नस्ल है वही चल रही है, लेकिन दरख्त अभी ये और हैं, वो पुराने दबाने वाले नहीं हैं। क्योंकि यहूदी ने जो बीज दिया था ना वो भी जला कर दिया था, काले वाला बीज, लेकिन अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से वो बीज वो मुकम्मल दरख्त हो गए, जितने लगाए वो मुकम्मल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और देखें ये आप, यह हो गया बीर सलमान फारसी। لا سيارة سيارة تمام هذا بس ये देखिए भाई कुआं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से बना हुआ, और यहाँ से आपने पानी भी भरा हज़रत सलमान फारसी के लिए। ये देखिए पुराना कुआं, ये सुभान अल्लाह। मुकम्मल चाहिए, इन लोगों ने बंद कर दिए मुकम्मल, जो जो ज़ियारतें हैं सब बंद पड़ी। अल्लाह बिस्मिल्लाह। ये देखें दीवारें, पुराने ज़माने की दीवारें। शुक्रिया बादशाह। शुक्रिया।